طب استاذ محمد، فتفضل. يعني دلوقتي هي كانت الفيلة نعيمة اخر فيلة تنتمي للفصيلة الافريقية موجودة في جنينة الحيوانات. تمام. الاتجاه دلوقتي ان انتوا هل هتستوردوا افيال جديدة؟ لا، لازم ان شاء الله نحن كل الجهد. بس هي الفيلة ليها موقف خاص، انه بتخضع لاتفاقية، اتفاقية اسمها اتفاقية سايتس، والاتفاقية دي طبعا مصر موقعة عليها من سنة 79، والاتفاقيه دي كل تقريبا دول العالم موقعه عليها. الاتفاقيه دي خاصه بالاتجار في الحيوانات المهدده بالانقراض. الفيله ممنوع فيها اي اتجار. وفي دول وتعدادها في العالم بدا يقل. ففي دول الاتفاقيه بتسمح لها تخرج من عندها، وفي دول غير مسموح لها. فيعني احنا دلوقتي بنتواصل مع سفارات الدول دي، لان الاستثناء الوحيد ان احنا نطلع يعني نجيب الحيوان ده، نجيبه يعني لحدائق الحيوان. ممنوع الاتجار فيه، لا لحدائق خاصه ولا لمراكز اكثار ولا يعني ممنوع، ولا مثلا لمستوردين ومصدرين، مش زي بقيه الحيوانات البريه. ممكن فيها تجاره، فيها حجم تجاره كبير، سواء تصدير او استيراد، لكن الفيله ممنوع الاتجار فيها منعا باتا طبقا لاتفاقيه سايتس. دكتور محمد، يعني هل هي هتنتمي لنفس الفصيله الافريقيه اللي كانت بتنتمي اليها الفيله نعيمه؟ خصوصا حضرتك بتقول ان هي بتبقى يعني فصيله شرسه شويه ومحتاجه ترويض، ومحتاجه تاخد وقت عشان تتروض. بالظبط. هو طبعا احنا عندنا الفيل البيت القديم ده مجهز برضه، دي كانت موجوده في البيت القديم لانها برضه كان فيها شراسه شويه، لكن الفيل الاسيوي بيبقى اقل شراسه. وجاء اللي كان موجود، اللي كانت ناس بتلعب معاه زمان والاطفال بتصور فيه وتقعد على يعني وتقعد على ممكن عليه. ده كان في منطقه مفتوحه. بالزبط. لكن احنا عموما احنا الفيل الافريقي او الفيل الاسيوي احنا بنسعى للعثور على ده او ده، لان الاثنين لهم قيمه كبيره جدا على مستوى العالم. وطبعا الحديقه يعني مهم جدا انها طبعا كل الزائرين طبعا متعتهم من رؤيه الفيل. بالزبط.